لاعبيه على المجهود القتاليه ديالهم وواحد الاحترام ديالنا للجمهور، وكنحيي الجماهير لوس ماتادوريس على جمهور الجزائر الرجاء كنشكرو حتى هو وشكرا. وموعدنا ان شاء الله في الحسيمه. الماتش زوين، كنشكروا اللاعبين وكنشكروا الطاقم التقني والطاقم الاداري وبطولات تطوانيه ان شاء الله. تطوان نتمنى ان شاء الله فريق المغرب تطوان يزيد يتقدم ويزيد يحسن الاداء ديالو. واخا اليوم ربحنا كان الاداء ديالو شويه ناقص، يزيد يحسن الاداء ديالو باش نربحوا البطوله ان شاء الله. بالنسبه لي مباراه حاسمه كانت بين الرجاء والمغرب التطواني، مباراه جدا زيونه بزاف. تحيه للجماهير الرجاويه وتحيه للرجاء، تحيه لتطوان، تحيه للجمهور التطواني كامل. المغرب التطواني لعب كره جميله وكان كيستحق يفوز، وديما ديما تطوان هذا العام البطوله ديالنا نلعبوا كاس العالم للانديه ونشرفوا بالمغرب كما شرفوا به الرجاء البيضاوي ان شاء الله. كنهنيو الفريق المغرب اتلتيكو تطوان على هذا الفوز كبير للرجاء العالمي للكرة القدم، وحظ جميع الفريقين بجوج بهم ان شاء الله. احنا فرحانين بهذا الفوز اللي قدمته اتلتيك المغرب تطواني، وكان كنتمناو مزيد من الحظ. المغرب واتلتيكو وتطوان ان اتان وانا مطول على الكاس هنا نعرس، واسال الله مع ان الرجاوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.